السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ كان في حد بيسأل، هو لعبة كمال الأجسام أو الحديد بتسبب القصر؟ لا، كمال الأجسام والجيم ما بيخليش الواحد يبقى قصير، بل بالعكس، ده بيخليك جسمك يفرد وتبقى طويل. وأكبر دليل على الكلام دوت المصارعين بتوع ال WWE، بعيدا عن إن هما بيضربوا هرمونات، بس تلاقي أغلب المصارعين وأغلب الرياضيين اللي هما بيتميزوا بالعضلات الضخمة بتلاقي جسمهم طويل ومفرود. وأكبر مثال أنا لما ابتديت جيم في 2002، أنا كان طولي 177 سنتي أو 175 سنتي. أنا دلوقتي في 2018، وحاليا طولي 188 سنتي. فالجيم ما بيأثرش على الطول خالص، بل بالعكس، ده بيفرد الجسم ويخلي جسمك مفرود ويخلي جسمك متناسق جدا وطولك متناسق جدا. فالجيم ما بيأثرش، بل بالعكس، ده بيفرد الجسم. وأهم حاجة تهتم بتمارين اللي هي خاصة بالإطالة، تمارين الإطالة وتمارين الاسترتش بتخليك إن أنت جسمك يفرد. ولو أنت مثلا طولك 170 سنتي، ممكن يفرد 10 سنتي بسبب تمارين الاسترتشات وتمارين المرونة. مع تمارين الجيم جسمك هيفرد وما يأثرش مع الطول خالص، ولا يخليك إن أنت تبقى قصير. فدي حاجة من الخرافات اللي في ناس كتير قوي بتعتقد انه لما يلعب جيم وحديد هيقصر جسمه وهيبقى متكوك. لا، الكلام ده خاطئ، بل بالعكس، انت جسمك بيفرد وجسمك بيطول كمان. وشكرا جزيلا.